مباشرة. مكيب اللي صار معنا بآخر حفلة بالناورة، اللي صار بالناورة رح أخبرك جزء منه تقني، أنت بتعرفي بالفيسبوك وكل العالم صارت تعرف بالوسائل الاتصال. فإسرائيل قبل بيومين الطيران هذا دايم هناك شافوا ناس عم يبنوا مسرح، بلشوا يطلعوا يصوروا إنه شو بده يصير هون، إنه بنى المسرح بمحل اسمه تيروس، مجمع اسمه إله شي سنة ونص بالناورة. بيضلوا بالجو هني بس ركزوا إنه شو هذا المسرح اللي عم يتركب وكبير قياسه وكذا. فطبعا ركزوا الوقت اللي كنا هونيك وحكينا حكي لازم عن اسرائيل وضروري يعني، انه مش بس حزب الله بيقولوا. وحكينا حسن نصر الله بطريقه انه في غيرك هون بلش، انه ليه منكورين هالناس؟ لامتى بدك تذكرهم؟ فبكره اخر شيء بس يصير اي حل انتم شو لكم شغل؟ يعني هذه صور نموذج كيف عايشي، صور ناس عادي سهرانه عم تشرب عم تسمع موسيقى ومؤمنه بالمقاومه انه ما بيضربوا بعضهم هون. انتوا شو رح تعملوا بعدين؟ فعلى القليله يعني اعترفوا انه كان في احزاب قبلكم عملت شيء، فجرت اذاعه لحد بدون ما تساعد الله ايران، بدون ولا سلاح بدون ولا صاروخ، يعني ناس فاتوا على قوصوا على شو اسمه يعني سهى بشاره وهذاك ميشيل صليبه اسمه وشاب من بيروت فجروا اذاعه لحد هول بدون ولا نقله، يعني ما كان يجيب لهم جرش حاوي شيء، يعني لبل انه ما قدروا بقى يكفوا لعيالهم كشهداء يدفعوا لهم بنص التسعينات، هول الحزب الشيوعي وحزب قومي هول اللي اختفوا من الصوره بعدين. قد ايه بدنا نضل نقول حزب الله هم الغالبون؟ لا مش واحد من الغالبون، يعني انا بلشت كواحد فنان او موسيقي اخسر ناس من وراء الوقوف مع حزب الله على شو ما عمل، ما فيني اوقف شو ما عمل يعني. رأيه يعني صورته للمجتمع حزب الله بالمستقبل الجنوبي تحديدا أكيد ما بيقدر ينقله لمحل، الجنوبي مش قادر يقبل بصور هو يعني صيغة صور كعلاقة، لازم حزب الله يلاقي لها طريقة، لازم يحكي مع الباقيين.